جابر لساته بحبك لحد اليوم، ويمكن لهالسبب بده تعطيه فرصة وترجعي له. جابر يمكن بيحبني، بس بالنسبة إلي جابر طلع من قلبي، بس لأنه هيك بده علي، ولحتى يكون مبسوط أنا مستعدة إني روح مع جابر. أخي أحمد، هذا هو الوضع. أنا ما بقدر أقول لهم ضلوا هون ولا تروحوا. قلت لها تعطي جابر فرصة، وقلت لها تعمل هيك مشان علي، بس لساتني شايف الخوف بعيونها، ما أنا واثقة منه. يا ترى أنا غلطان لأني عم بقنعها تروح معه؟ لو كان لساته جابر القديم كنت قلت لك إنه هذا غلط، بس شكله جابر تغير، ولهالسبب ما في أي غلط من إنك تجمعهم مع بعضهم. لو ما بعرف إنه تغير ما كنت رحت عند سارة خانم وقلت لها تسامحه. بس الشيء اللي عم بيخليني أقلق هو إنه سارة خانم ما بتحبه لجابر. يعني الإنسان كيف ممكن يعيش مع إنسان ما بيحبه؟ ليك أخي، نحن واجبنا إنه نحاول نجمع العيلة المتفرقة طالما في أمل يجتمعوا، بس الجانب الشرعي بيهمنا كمان. يعني إذا كان جابر عن جد مطلق سارة خانم، ما بيكفي إنه نقله نرجعوا لبعضكم، لازم حدا يمنع الشيء الغلط وما يسمح لهالموضوع إنه يتم إلا بالطريقة الصح. وبهالوضع أنت الشخص المناسب. بدال ما نتصرف من عنا ونضايق سارة خانم، رح يكون من الأفضل إنه نحاكيها بالموضوع بوضوح. صدقني أنا ضايع بين الاثنين أخي أحمد، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا الخير. إن شاء الله. لما جابر إجا لهون وقال إنه طلع بريء وطلب مني إني سامحه، ما قدرت أتحمل. كأنه براءته بتقدر تنسيني شي اللي سواه فيني، بكل وقاحة بيوقف قدامي وبيطلب السماح. وإنت شو قلتي؟ قلت له إني ما بحبه، إنه ما بدي إياه. بس مو هون المشكلة هاجر. شو هي المشكلة لكان؟ شو في غير هيك؟ بعد ما راح جابر إجا الأستاذ سليم وطلب مني إني أعطي جابر فرصة تانية، وقال لي إنه هذا الشي رح يكون أحسن لعلي. معناتها هو كمان شايف إنه جابر تغير. بس قبل هيك قال لي إنه مالي مضطرة ساوي شي أنا ما بدي إياه هاجر، وعدني يوقف بوش جابر إذا بده يخليني ساوي شي بالزور. شو تغير بهالفترة ما بعرف. سارة، إذا كان الأستاذ سليم عم يقلك إنه لازم تعطيه فرصة، فلازم من هلأ ورايح تفكري بعقلك. ما عاد في عندك حل غير إنك تروحي مع جابر. لا تطلعي فيني هيك. جابر اتصل ببوران وقال له مالي جاية. ما عم أفهم شو بدك منه أكتر من هيك. صدقني تعبت كتير طول الوقت وأنا ضايع بين الخيارين. أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ سليم. يلا تفضلوا. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلين فيك. أهلين علي. تفضلوا عدو. أهلين علي. أقعد ابني.
ايه كيفك؟ خير، شو بك متضايق؟ انت بتعرف استاذ، امي لساتها معنده. بعرف علي، بعرف. ما عم بفهم ليش لهلا ما عم تتقبلوا لأبي. استاذ، بلكي اذا حكيتها انت بتقتنع تجي معنا. امي بتسمع كلامك. انا حكيتها كل شي لازم احكي لها يا علي، وصدقني عملت يلي بيطلع بايدي، وغير هيك بكون عم بجبرها على الموضوع. خلوها تفكر لحالها، معلش، وبعد فترة كل شي رح يتحسن، لا تاكل هم. استاذك معه حق ابني، اذا بتضغط على امك اكثر فرح تضل على موقفها، وحتى يمكن تبعد عنك كمان. نحن لازم نصبر علي، ما في شيء بالحياة ممكن يصير بالغصب. صبور، الصبر صعب بس نتائجه حلوة. ما عم تفهمي ليش ما عم سامحه؟ لأنه ما بتعرفي جابر بنوب. شو هالحكي هاد؟ أنا بعرف منيح ليش أنت ما عم تسامحي على غلطه. محبتك للأستاذ سليم واقفة بيناتكم. لا، ما في هيك شيء. أنا ما نسيت لهلأ كيف كان جابر يعذبني، ولسه ما نسيت الأيام الصعبة معه هاجر. ما حدا داق اللي أنا دقته، ولهيك ما عم بوثق فيه. صدقيني أنا هلأ عم بضغط على حالي كتير، وعم حاول أنسى الشي اللي كان يساوي فيني بس مشان سعادة علي، وحتى يمكن أقبل نرجع لبعض. وأساساً أنا قبلت بهذا الشي، بس ما حدا يستنى مني إني حبه ولا عيش معه على هذا الأساس، لأنه ما رح يصير هيك بنوب أصلاً، مستحيل. والله معك حق شيخي، اللي بيصبر إلا ما يجي يوم من الأيام ويرتاح. إيه عادي، مو أنا اجتمعت بابني، الباقي مو مهم. بصراحة يا جماعة أنا أجيت لأستشيركم. تفضل. أنا هلأ وعدت حالي أني أعمل عمل خير لما اجتمع بعلي وأمه وهنن بصحة منيحة. إذا ما كنت ناوي على شيء محدد ففيك تعمل أي شيء بدك يا، ممكن تتصدق بمصاري، أو ممكن تذبح ذبيحة وتوزعها على الفقرة، يلي بدك يا فيك تعمله. حلوة الفكرة، وهيك بركي منخلي الناس يلي بالحارة يسامحوني على اللي عملته. استغفر الله جابر، نحن اللي لازم نطلب السماح منك مو أنت. لا أستاذ سليم، حميتوا لي عيلتي وقويتوها وما خليتوهم يعتازوا، أنا مالي شي عليكم يا سيدي. وإذا كان في شي أنا مسامحكن عليه. ماشي، إذا معتمد على الذبيحة رح نهتم نحن بكل شي. يا ريت والله. ليك اجت بعد المدرسة، لا تروحي هيك او هيك على البيت دغري. ها طيب اخي. اخي اهلا فيك، انت اخوها لدلال مو هيك؟ انا غيث. روحي انت بلا ما تتاخري على دروسك. انا رفيق دلال بالصف، وبدي اقول لك شغله، عم دير بالي على دلال منيح. لا تحط ببالك، خليك مرتاح. شو قصدك ولا؟ شو ما في مين يدير باله عليا يعني؟ فهمتني غلط أخي، أنا نيتي مو سيئة بنوب. طلع فيني ولا، انت باين عليك ملعب من عيونك، وإذا بشوفك عم تحوم حوالين دلال صدقني ما رح يصير خير. عم تفهم؟ استغفر الله أخي، صدقني انت فهمتني غلط. لك شبو هاد خالص؟
المكان هون أسوأ من يلي كنت متخيله. لازم غير هالزنزاني بأسرع وقت. هون مثل كل مكان، بالمصاري بتزبط الأمور. يعني لازم تعرفوا إنه بلا مصاري ما فيني أتحرك ولا خطوة. شو قصدك يعني؟ أنا قصدي واضح. رجليها كيفون؟ عم تحسي بشي؟ طيب طيب، اللي شو المطلوب مراد؟ هيك ها؟ معناها لسه ما نسيتي إنه لازم تسايرين يا أسيل خانوم، ويلي كمان حابة تصير مرت أخي. يا غالي علي، خلصني مراد، قديش المطلوب؟ ليكي دلال، قبل شوي حكيت مع أخوكي وهو قال لي إذا أختي تصرفت غلط تعال عندي وحكي لي. قلت له على عين. يعني شفتك عم تجتمع بالأستاذ سليمي وراوية كتير. بس ما قلت لهم شي غيس والله العظيم. منيح، بس إذا حكيتي إنه أنا يلي حطيت المصاري بشنتاية راوية فرح أحكي له لأخوك عن تصرفاتك ورح يطلعك من المدرسة، مو هيك؟ ما رح أحكي، صدقني ما رح أقول لحدا. من وين بدي جيب كل هالمصاري هلأ أمي؟ إذا ما قدرنا منطلب من أبي، أنا بلاقي شي طريقة، وإنتي إذا دعمتيني رح يمشي الحال. إذا رفض رح نعرض المحل للبيع. معلش أمي، أمي عم حاكيكي وين شعردي؟ ما رح ندبر له المصاري ولا شي. وساعتها شو رح يصير؟ ما سمعتي لمراد شو قال؟ ما رح يساوي شي أبداً، ما بيقدر. همه الوحيد هو سليم، هو بده سليم ما يكون مبسوط. مزبوط حكي؟ ايه صح الكلام، بس حبيبي بعد سليم عني. يا أسيل مشان الله شغلي مخك شوي، ما رح يقدر يعملها. إذا مراد كان فعلا بده ينتقم من أخوه أكيد ما رح يروح يفضحك قدامه، لأنه بيعرف إذا سليم تركك فساعتها بيروح لعند سارة وهو عم يركض. ما رح يعملها يا أسيل، لأنه معروف لما الرجال بترفضه وحده مو بسهولة يستسلم. ما رح يفضح سرك، لا تاكلي هم أبداً. دلا ديري بالك. دلال دلال وافي شوي، عم حاكيكي ما سمعتيني؟ لا ما سمعتك استاذ، لا تواخذني. غيث شو بده مني؟ ما بده شي، هو عم يحاكيني طبيعي. بس انا صرت عم شوفه كتير معك هالايام، عندك شي مشكلة؟ لا مشكلة شو استاذ؟ قصدي لما تسكتي بالوقت اللي لازم تحكي فيه بيكون في مشكلة. اذا ضليتي هيك وما اجيتي حكيتي الحقيقة ساعتها رفقاتك بينضروا كتير. ما عم افهم عليك بنوب استاذ. اسمعيني دلال، اذا خبيتي الحقيقه رأفت وراوية رفقاتك رح ينضروا، وما تنسي كمان انه الحقائق الا ما يجي يوم وتظهر قدام الكل. استاذ طمني، في شي جديد بموضوع رأفت؟ سارة خانوم؟ مرحبا. إذا جبتي لي الأوراق اللازمة مشان التأمين ممكن نبلش فورا بالشغل. سارة، يمكن مشان علي لازم تعطي جابر فرصة تانية. لا تقرب علي. سارة صدقيني أنا ما رح أخذك لأي مكان غصبا عنك، ورح أصبر ورح أستنى ورح ضل عم بستناكي لحتى تتقبليني مثل قبل وتصيري تطلعي على جابر الجديد ومن دون ما تكرهي. وهلأ مستعد تساوي أي شيء لحتى ترجعي توثقي فيني مثل الأول يا سارة. سارة خانوم خير، في عندك مشكلة؟ أنت منيحة؟ منيحة منيحة،
لا تواخذيني، بس في عندي شغلة ضرورية، بعدين بشوفك. بدي تجيبي لي هوية ولا حكم عليه، حاولي تستعجلي قد ما فيكي. طبعا رح جيبهم، يلا عن إذنك. أستاذ ما عم أفهم، لازم يكون حدا بيعرف أو شاف شي. أنت بتعرف رأفت ما بيسوي هيك. بعرف راوية، أنا أكيد رح لاقي الفاعل، لا تاكلي هم أبدا. بس يا أستاذ ما معنا وقت كتير، إذا ما لقينا دليل قبل اجتماع لجنة الانضباط فرح يفصلوا رأفة. يلا أنا لازم أروح على الصف فورا. أستاذ سليم، كأنه دلال متضايقة بهالفترة مو هيك؟ إيه صح، وكأنه عم بتخبي شي عنا، بس لا تلاقي إلا ما نعرف. يلا موفقة. شكرا أستاذ. ايش هو الحمام هاد؟ حدا منكم يقوم ينظف لنا اياه؟ عم يحاكيك، شو ما سمعت؟ الو يا محامي، يلا قوم. ليك اغراض التنظيف هنيك، روح خدهم ونظف الحمام منيح، عم تفهم؟ شش. ليك يا محامي خليه يلمع لمع احسن لك، يلا روح. خير ان شاء الله. في شي مشكله اخي؟ اخي هذا رفيقنا الجديد، عم نحاول نخليه يتعود على الوضع حتى يتاقلم. من هلا ورايح ما حدا بيعمل معه شي، يلي بيحاكيه رح يلاقيني واقف بوشه، عم تفهموا؟ طيب أخي. فهمتوا علي ما؟ ايه أخي. إيه فهمنا. يلا روح على شغلك بسرعة لأشوف. أمرك. يسلموا إيديك أخي، هدول كلهم مجرمين وبدهم فرصة ليذبحوني. بس انت ليش سويت هيك معي؟ مو انا بدي هيك، جابر بعت لي خبر وقال ديروا بالكن على هالمحامي، اذا بدك شي نحن هون. يسلم. مين؟ أمي افتحي، أنا سليم. ما في حدا بالبيت، تعال بعدين. أمي اجيت لحاكيكي، افتحي الباب. ما رح افتح، كان لازم تفكر من قبل. ايه وقول لأبوك إنه أنا ما عاد لي مكان بحياتكن، هيك فهموا وحطوا هذا الشي ببالكن أنتوا الاثنين. لو سمحتي لا تعملي هيك، أنا اجيت لأخذك، طلعي لنرجع على بيتنا وخلص، لا بقى تكبري الموضوع. كان لازم تفكر هيك قبل ما تزت أخوك بالسجن، هلأ تأخر الوقت. روح من هون، ما بدي شوفك بنوب. سليم أهلا وسهلا. أهلا فيك أمي، ما فتحت لي الباب. يا الله بعد هيك لقلك. أمي بترجاكي خلينا نحكي شوي. أمي رجاي خلي هدول أماني عندك، دير بالك وربطهم منيحة بلا ما يهربوا. عيب عليك يا شيخي، أي ما شاء الله عليهم، شوف حلين. لا تاكل هم بنوب، رح اربطهم بشي قرني. بس هدول وين بدي اربطهم؟ بهدول الحدايد ما بيزبطوا. رفقاتك الجداد؟ ايه رفقاتي الجداد، خلصنا بقى تاسو، بطل لي بقى هذا الحكي يلي بلا طعمه. خود امسكهم، امسك الاربطهم. يلا تعال وخلصوني بقى، تعال. ايوه
اها تمام. والتاني هون. هات التالت. هاتوا لشوف. لك انت شو عملت؟ الله يقصف عمرك. تفضل فوت. مرحبا سارة. انت شو جاي تعمل؟ يلا اطلع من هون بسرعة. امي، هذا الرجال بابا، وإذا بدك تعامليه على أنه غريب رح أعتبرك غريبة. حطيها ببالك. علي، لا تحكي هيك مع أمك مرة تانية. بس يا بابا، ما سمعت شو يلي قالته؟ أمك معها حق، ما بيصير إجي من دون ما خبرها. على غرفتك. يلا. ليش اجيت لهون؟ احكي وخلصني. قررت انه اذبح ذبيحة بالجمعية، واذا اجيتي لتحضري الذبح رح كون مبسوط. انا انفضحت قدام اهل الحارة بسببك، وما عاد اقدر اتطلع بوش حدا. مراد هلأ انحبس، وخالي شكران تركت بيتها. انا ما رح روح لأي مكان جابر، وخصوصي إذا هذا المكان أنت فيه. مظبوط، معك حق. بس ليكي، أنا رح أرجع وصلح كل شيء دمرته من قبل شوي شوي، ورح أستسمح من كل الناس يلي كسرت قلبهم من قبل واحد واحد، ورح ضل قاعد وعم بستناكي لحتى تسامحيني، لأنه لسه في عندي أمل كبير إنه رح يجي يوم من الأيام وتسامحيني بحقك. سارة، بترجاكي لا تدمري الأمل يلي عندي.
مو هدول يلي دبحون سواب، انت اللي دبحك سواب. تاسو هروب هروب هروب، انا جاي هروب. انا فهمت، امي ما رح تطلع من الغرفة قبل ما اروح. بس اعطوها شوية وقت ابني، والا ما رح تسامحكم. أسيل شبكي، في شي مضايقك؟ والله شوي تعبانة. صحيح، انشغلت ونسيت أسألكم، من وين كنتوا راجعين؟ نحنا رحنا على السوق، تفتلنا كتير بالمحلات فتعبنا شوي. يا ريت ما تعبتوا حالكم كل هالقد. جابر بده يضحي اليوم، بتحبوا تجوا تحضروا؟ هاي الشغلة فيها خير. ها هو هي عم يتصل. قالوا نعم جابر. في عندي بشارة لشكران خانو. خير؟ إذا بتسمح لي بدي خبرها إياها أنا. تعرف أمي مانا عنا، هي عم تقعد عند أسيل. معلش خليني شوف هنيك لكان، اصلا انا لازم اعتذر من الاخت اسيل. طيب انا موجود عندها عم بستناك. ماشي بشوفك. جابر قال بده يعتذر منكم. خديها هي خديها. أهلين شيخي. الله يعطيك العافية رجائي. حطي هني. رجائي لقينا شي شغلة كبيرة مثل الطشت، لأنه اللي هون ما بيكفوا، أو بجيب من البيت. أنا شاري أختي حاططن هون. هدول بيمشي حالهم؟ إيه مناح. شو؟ اسمعي أختي، إذا هدول ما بيكفوا بجيب لك غيره. يعني إمتى رح نشوفه لهذا الرجال؟ إن شاء الله تخلص هالتحضيرات بسرعة ويجي. إيه رح تقى من الفضول أنا. إيه وأنا كتير صار عندي فضول لحتى أعرف كيف شكله. إيه طبعاً، لأنه نحنا مانا متعودين نشوف عالم ممكن يذبحوا مشان حبيباتهم بهالوقت، مو هيك حبيبتي؟ ما في أحلى من هيك رجال. إيه لك نيالة يلي عندي بالزور بيجيب لي الخبزات. إيه والله ما في حدا ما بيزعل مرته، بس قلال يلي ممكن يذبحوا مشان يراضوه، هالشغلة لازم تطلع بالأخبار. هذا الرجال بزمانه كتير غلط، بس شوفوا هلأ ما شاء الله ندمان وتايب وعم يتعذب بس لحتى يرضي عيلته. ايه طبعاً كل شي بيتغير، مو كل يلي سيئين بيضلوا سيئين. إذا الواحد لقى طريقه أكيد رح يندم ويتوب، بيكفي إنه يجي حدا يدله على الطريق الصح. سمعتوا هالكلام؟ صدقوني يلي بيجرب رح يفهم أكتر. يلا خلونا يا جماعة ناخد هدول كمان، عنا شغل كتير أختي، الكلام ما رح يفيدنا هلأ. يلا كيفك هلأ؟ إن شاء الله وضعك منيح أختي. الحمد لله. أنا بعتذر عن الشيء اللي صار بيناتنا، طبعا أنا بعرف أني ما تصرفت منيح. خلاص الموضوع انتهى، خلونا ننسى. والله انت طلعتي بنت اصول، شكرا. تعي تعي لا تهربي. ما رح تقدري. يا اولاد اهدي شوي. يلا اطلعوا اطلعوا لبرو. سونيا هدول الولاد هنن أكتر شي بريء بهالدنيا، يعني ما عندهم ذنوب ولا أي شي بنوم. أنا كان عندي ذنوب كتير قبل، رجائي القديم مصيبة، شرب وقمار، كنت فايت بمليون شغلة وسخة، بس بعدين الحمد لله الله اللي هداني وبعت لي الشيخ أحمد لحتى يدلني على الطريق ويفتح بصيرتي وصير محترم. تعرفي
إذا برجع مثل ما كنت رح تصير معي 100 مصيبة نظامي. الله لا يقدر، ليش عم تحكي هيك؟ إيه نحن بشر وممكن نغلط بحياتنا، بس بالآخر منتوب. أمي في عندي خبر حلو لإلك، عم بيديروا بالهم على مراد جوا، ومن هلأ ما عاد حدا يأذي. يا رب، ألف حمد وشكر. سليم أنت ندمان لأنك فوت أخوك على السجن، ما هيك؟ أمي، ليش في أخ بينبسط إذا كان أخوه موجود بالسجن؟ بس بدي أقولك إنه يلي ساعده جابر في عنده معارف جوا وخلاهن يحموا مراد وقال له ما حدا يضايقه أبدا، يعني مو أنا اللي عملت هيك. معقول الغريب مهتم بمراد وأنت عم تتفرج؟ برأيك هالشي مو عيب ابني؟ ولك هذا أخوك ماله عدوك. نيسان، أنت منيحة؟ ما بعرف أحمد، كأنه فيني شي، يمكن لأني وقفت كتير، إذا قعدت شوي يمكن أرتاح. لا نيسان، ما ترتاحي ورا، أنا رح أوديكي هلأ لعند أمك، الخالة شكران هنيك بتدير بال عليكي. أحمد، الشغلة مو محرزة، إذا ارتحت شوي رح أتحسن. لا نيسان، أنت أساسا ما لازم تجي. شو ما سمعتي شو قلت؟ حضري حالك، رح وصلك وأرجع. إيه طيب. رجائي، المكان بأمانتك ماشي؟ أوكي. يعطيكو العافية. إيه شيخي، إذا احتجت لأي شيء أنا هون. طيب، يسلموا إيديك، يعطيكو العافية. كأنه اشتغلت شيء يعني، عم تتحجج مشان تنفض من الشغل. يا بنت، لساتك قاعدة هون؟ لسا ما طالعتي صحون؟ إيه يلا كلنا تعبنا وظهرنا وجعنا، يلا قومي. يه رح تجوا على الجمعية مو هيك؟ ايه طبعا رح نجي، بانتظاركن. معناتها بشوفكن. سليم، سارة جاي كمان مو هيك؟ مع الأسف ما رضيت تجي، والأستاذ سليم قال لي لا تضغط عليها كتير، وأنا سمعت كلامه. أنا عارفان إنه رح يكون صعب علي إقناعها. إن شاء الله قصتكم ما تطول. نصيب. يلا بخاطركم هلأ. خاطركم. ليش وعدتيهم؟ شو عم تعملي انتي؟ مالي رايحة لمكان بنوب. شوفي شو اللي عم بيصير، هاد اجا وكأنه ماله مساوي شي، لا وفوق الكل حبوه فجأة. لك شغلي عقلك أسيل، لك الرجال عم يعمل كل شي مشان مرته، يعني خلينا نروح ونضغط عليها لتروح من هون، وإذا فيها شوية خجل بتروح. اشتغلنا كل هالشغل وبقيان شوي، ما رح نستسلم حتى تروح. ايه كتير ظريف. ألف صحة وهنا. يا بنت، هذا الرجال لا شكله قاتل ولا شي، وباينته كتير بحب إنه يعمل خير. مثل ما بيقولوا، صدقي اللي بتشوفيه بعينك مو يلي بتسمعي بإذنك. صحتين وهنا. على قلبك، يسلم. شكرا كتير. تسلم. الله يرزقك يا رب. ناقصكم شي؟ لا، يسلموا إيديك. الله يتقبل. أستاذ، أمي ما رح تجي، شو رأيك تروح تحاكيها؟ بلكي أنت بتقنعها وبتجي معك. علي، أنا برأيي هذا الشيء ما له داعي بنوب. أستاذ بترجاك، أبي كتير رح يتضايق. يلا أسيل، تعي نشم هوا نظيف. Thank you.
أمي؟ أنتي أصريتي نجي لهون، ليش فجأة طلعتي من جوا؟ أنا ما عم بفهم، أصلاً مو جاي على بالي ضل هون. لك، أسيل خلاص حاجة تنقي. ليكي، سارة ما رح تجي لهون، وجابر إذا ضل هيك ما رح تنحل. ومطلوب منا إنه نراضيه لجابر؟ ما دخلنا، ينفلق خلص اتركيه. بلا جنان أسيل، ما في غير جابر بيقدر ينقذنا من سارة، وهلأ نحن لازم نعمل المستحيل حتى نجيبها. لازم يبينوا قدام الكل إنه نقراب من بعضهم، حتى هي وسليم تنقطع علاقتهم. مليت من سارة، بكفي بقى. يعني بدك يعني روح على بيتها؟ أنت عم تحكي وكأنه أنا كتير جاي على بالي إني روح لعند سارة وأعمل لها زيارة. ليكي أسيل، أنا كل شي عم ساويه هلأ مشان سعادتك أنت. الشخص الوحيد يلي بيقدر يقنع سارة سليم. روحي أنت وحكي، لازم تخليه يقنع سارة مشان يخليها تجي لهون. داخلي ومليت كتير. شوفي حالتي هلأ، مو معقول شو ما عندي كرامة؟ قرري أسيل، أنت شو هدفك؟ بدك سارة تضل هون وتتفتل حوالين سليم؟ ولا تاخد علي جابر وتنقلع من عنا؟ طيب أمي طيب، رح فوت حاكي سليم. يعني شو بده يعمل؟ عم يعذب حاله لتكون مبسوطة، بس أمي هي من البداية ما بدها إياه لأبي، هالشي كنت بعرفه. علي، الصبر حل لكل المشاكل. برأيي لا تضغط عليها وتفوت الأمور ببعضها أحسن لك. الشي اللي بدي إياه أنه نرجع عائلة مثل قبل. سليم؟ علي وجابر متضايقين اليوم، ونحن اجينا هلأ كرمال سارة، بس هي ما تنازلت تجي لهون وتشاركنا حتى. أسيل، سارة خانه متضايقة، وأنا بعرف إنه جابر تغير ويمكن صار إنسان منيح، بس حالياً هي مو شايفة الموضوع هيك. أنت إنسان في عندك عقل سليم، وبتعرف الصحة من الغلط أكتر منا. قلي لشوف، مرة مطلقة عم بتحوم طول وقتها حوالين رجال خاطب وعلى وش جواز كمان، برأيك كيف رح تنفهم؟ طبعاً أنا ما بقصدك إلك، يعني بالنهاية أنا مالي شاكة فيك ولا بسارة كمان، بس أنت بتعرف الناس شلون بيحكوا. من لما فتت سمعانتهم عم يحكوا عليها، لا وفوقها بيسمعوني كلام، قال إنه سارة بسببك أنت ما عم تتصالح مع جوزة. بكفي أسيل، الناس عم بيطلعوا علي بشفقة. ليش أنا؟ شو ذنبي بهالموضوع؟ أسيل، أنا ما بدي إياكي تزعلي، بس هذا الشيء بيخصهم، وقد ما بعدوا عن بعضهم هنن بيضلوا عيلة، وغلط إنه نتدخل بأمورهم. اسمعيني، نحن ما لازم نجبر أي شخص يعيش مع حدا ما بيحبه، وخصوصي بالزواج ما بيصير غصب. وحتى لو تزوجوا، مع هيك بعد رح يعيشوا حياة صعبة مع بعضهم. حبيبي لو سمحت اقنع سارة من شان تجي، هذا ما له شي سيء، علي رح يفرح بأمه. خود وديه لأمك، يلا علي روح. هي ما أجت، بس أنت عم تقلي ودي لأكل. لا تحط ببالك، أصلاً ما رح تاكل. ابني ما لازم نزعل منها لأنه ما أجت، من لقيلنا شي حل، إلا ما يجي يوم أمك تسامحني فيه. يلا ابني وديه، ما بيصير تتعامل مع أمك هيك. أوف بابا، ما رح يتغير شي. علي، أنا كمان رح أجي معك، بركي منقدر نقنعها تجي. يلا تعال، يلا.
الأكل ظريف شيخي. أي والله ظريف كتير، كل نسوان الحارج كمية. مأكول العوافي. أنا كمان ما قدرت أتحمل وسكبت صحن تاني. طالعين كل رز لحال. يسلم إيديكم يا ستات، والله يبارك للسيد جابر كمان. إيه طبعاً هذا شغل إيدي، ألف صحة وهنا. بس ناريمان هي اللي نقت الرز. إليف مدي إيدك وكلي، لا تخجلي يلا. هاي لوين عم تطلعي؟ عم أحكي عليكي وإنتي مالك هون، شو ما سمعتيني بنوم؟ ليكي شايفة رجائي ما هي؟ هذا الرجال أصيل، قبل شوي كان عم يحكي عن حاله، لو شفتي قال إذا برجع مثل ما كنت رح تجيني مصايب كتير. إيه حاجتك جدبة، يلي عنده عادة ما بيتركها. انتي لا تشوفي بهالمنظر، بس تجي الفرصة بيرجع مثل الأول. لك لا يا سونيا لا تحكي هيك، حرام هالرجال مسكين، وبرأيي مو معقولة يرجع يضر حدا، مو هيك؟ أصلاً لو بده يرجع للي كان عليه ما كان هون. اطلعي عليه بريء وهادي بس يا شيخ. وعم يوزع الشعر. طيب انت بس اسمعني، شفنا كتير من هالنمر. والله شوف لي نظارة. ليكي خليكي معه من بعيد لبعيد ولا تقربي عليه أبدا. بيقولوا الإنسان بيموت وطبعه ما بيتغير. قد الصحن نظاراته قد صحن القهوة. تفضلي. أبي اللي بعتهم. سارة خانم، الناس كلياتهم مستنينك بالجمعية، وكمان جابر ضحى مشانك ومشان ابنه، فياريت تجي. ما بقدر أستاذ سليم، لا تجبرني. اسمعيني، الناس أحيانا ممكن تضطر تعمل شغلات ما بدها إياها، بس هي الشغلات اللي ما بدنا إياها ممكن تفرح ناس تانيين، وهالشي بسموه تضحية. برأيي تفكري مرة تانية بموضوع روحك على الجمعية، وبعدها أكيد رح تاخدي القرار المزبوط. طيب أنت انحطيت بهيك موقف أستاذ سليم؟ يعني في شي عملته من قبل وأنت ما بدك تعمله؟ أكيد صارت معي. هو اضطري بعد أخوه على الحبس يا سارة، مو هيك أستاذ؟ اسمعيني، حاجة عندي بقى، الأستاذ إجا على باب بيتك، مو أنتي قلتي أي شي رح تساويه رح يكون كرمال ابنك؟ أمي بترجاكي تعي كرمالي. الصبر ابني جابر الصبر، إن شاء الله بنتي سارة رح تجي بعد شوي، هي قلبها نظيف وعندها وجدان، وهلا بتشوف أكيد رح تجي. جابر ما طلع مثل ما سارة كانت عم تحكي، الرجال مثل الملاك. والله هذا الرجال شكله أكابر وبيحب الخير، هذا اللي قالت عنه إنه أزاها، ما عم صدق هالحكي بنوب. يعني أكيد ما حدا بيولد سيء من بطن أمه، الله أعلم شو ساوت لحتى جان هيك. الرجال فات على بيتنا واعتذر وطلب منا نسامحه. يعني لو كان رجال سيء معقول يعمل هيك شي؟ الرجال ما عمل شي لحتى يستحي منه، بس يعني سارة لهلأ ما أجت. ولك ليكون هاي سارة كانت عم تكذب علينا وعم بتألف سيار عنه مشان نشفق عليها ومشان تعلق حالها بواحد من رجالنا، صحكي؟ ميرال خانم معها حق، هي أكيد عاملة شي لحتى تجننوا للرجال، الله أعلم شو عملت لهم.
ميرال خانو، ميرال خانو. ييه، ولك كأنه هي ما رح تجي. المسكين لساته قاعد عم يستناها. شو أسيل، بعتنا سليم يقنعها قام ما عاد إجا بنوب. أوف أمي، ليكي أسيل الحمد لله، وأخيرا نحن رح نخلص من سارة. أهلا وسهلا سارة. يا الله، انت شايفنا ونحن عم ندعي لك وحاملين اخطائنا. انت الرحيم ودائما ابوابك مفتوحه، ونحن هلا كلياتنا اجتمعنا لحتى نقدم هالندر خالص لوجهك، فيا رب تقبله منا وارحمنا واجعلنا من عبادك يلي رضيت عليهم. يا رب لا تبعدنا عن طريقك، وفرغ قلوبنا من الكره والانتقام، وساعدنا على فعل الخير ومحبة الكل. يا رب نحن مقصرين بالدعاء لإلك، اجعلنا من الناس يلي بيضلوا يدعوا وبيرفعوا إيديهن إلك لحتى تلبي حوائجهم وتقبل دعائنا يا رب. آمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله، الله أكبر.